تجربه، اي تجربه في الدنيا مهما كانت درجه نجاحها تحتاج المراجعه. ايه الاخطاء اللي انتوا من جوه شايفين انه ممكن يكون المهرجان وقع فيها؟ انا ممكن ابتدي بحاجه ناس تداولتها. كان عدد كبير جدا من الصحفيين في حاله احساس بالضيق من تجاهل المهرجان له. لو انه قطاع كبير من الصحفيين لاول وهله حس انه في موقف ما بين المهرجان وبينهم، يمكن لو كان مقصودين انه يبقى في موقف ما كانوش عزموهم، لكن هم عزموهم بكل حسن نيه. كان يعني السينما الكبيره كانت تاخد 700 ولا 800؟ 900. 900 انت عندك فوق الألف معزوم ضيف من الضيوف، فكان في سينما تانية بتعرض نفس الفيلم نفس الوقت وبتعرض نفس اللي بيحصل على الشاشة the same time نفس اللي قدامه موجود في مهرجانات أخرى عالمية. خلي أجاوب على المسألة هذه، لأنه أنا يعني بعد ما انتهى حفل الافتتاح توجهت إلى المجموعة الصحفيين اللي كانوا موجودين شافوا الفيلم، وفي الحقيقة هم شافوا الفيلم بطريقة أفضل مما شفناه بالقاعة الكبيرة بسبب الرياح اللي كانت ذاك اليوم. صار نقاش طويل حول الموضوع هذا. أنا أعتقد أنه يجب أن يفهم الجميع أنه عندما تكون هناك قاعة محدودة العدد لازم يكون هناك عدد من الناس ما يحضرون الافتتاح. كان عندنا أكثر من 80 صحفي موجود بقاعة الاحتفال الرئيسية. يمكن إدارتنا لهذا الموضوع ما كانت صحيحة، يمكن المفروض كان نبلغهم نشرح لهم الموضوع هذا، لكن في اليوم التالي للحدث كل الصحفيين يعني بنسبة 95% من عندهم مارسوا دورهم، وهم اللي يكتبون الرسائل الإيجابية حول المهرجان. يعني ما تخطوا هالموضوع على اعتبار أنه يجب أن نعرف أنه عدد الصحفيين المدعوين لمهرجان جونة يساوي عدد كل مدعوي مهرجانات كبرى عربية. أنا عزمت يعني ناس واضطريت أعزمهم في السينما الثانية لأن ما كانش أصدقائك يعني عزمت ناس حطيتهم في السينما الثانية ما عادوش معنا في السينما. وأنا أصحابي أنا قلت له أصحابي كلهم بقى أول ما ابتدى المهرجان يقرب كل واحد يقول لي لا أنا عايز أحضر. يا عم دي حفلة، ده مهرجان سينما مش مهرجان. تروح أنت عايز تتفرج على الفيلم روح سينما يا أخي، مش ده الفكرة. فأصحابي كلهم وديناهم القاعة التانية وكده أهو. فريق العمل أيضا، فريق العمل أيضا، كل فريق العمل والتيم كل فريق العربي قاعد هناك. يعني مفيش إقصاء، هو في تقسيم تفرق. هو في عازمين حوالي 300 طبعا 300 ده عدد كبير جدا من أوت أوف 900 زي ما هم بيقولوا. إحنا عندنا أصلا 1000 ضيف، فكان مستحيل. ممكن يكون حصل عدم ان ما عرفناش نبلغ كله ان هيبقى في 100 واحد هم اللي هيحضروا البتاع، ودي بنعتذر عنها ومش هتتكرر. ويوم الكتام كله يعني